أعرب مجلس النواب عن رفضه واستيائه من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. وأوضح مجلس النواب أن المدعو هشام قاسم مدان بجريمة سب وقصف في حق أحد رموز المعارضة، فضلا عن الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأن ما تضمنه القرار الأوروبي بشأنه يعد انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية المصرية. كذلك أكد مجلس النواب أن ادعاءات البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية مفتقدة للموضوعية.